بسم الله، الله أكبر كبير. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما أواكم النار وما لكم من ناصرين. انت لكن إمداد مالي كي معنا هنا اللي عبوه ملا حسابه من الجاري والبنك في الخارج، ملا على أساس كلاب للسعوديين وكلاب البحريين، ومن لف لفهم قالوا انا نزيد نصب لك اللي تثبت اللي تصب لك كذا كذا من المليارات ولا الملايين، وخدم لي الخدمه المليونيه كما انا اشتهي. خرب الاتجاه الاصلاحي في تونس، وكلما زاد وبان تخريبه كلما زاد رضانا عنك، وكلما زادنا عطاءنا زادك مالا وعظمة ويسر. يعني طول الأمور كل مفتوحة أمامك، وأنت ساعي برضوانا وأنا مش قصرين بنفس تعاون، لكن بعد حين يخرج قضاء الله المبرم الذي لا أحد يجب يمنع منه، وتابت عليكم الفضائح وتجي الشرطة تمسككم تلقطكم وحقق معاكم من قضاة تحقيق ربانيين. يا أهل الأمة عبث بها كثيرا من طرف أنت وطرف أشباك إلى عين، وتأخذ مكانك بعد محاكمة عادلة في غيابات السنون وفي أقبيتها تكون محزون، ولا واحد يخرجك إلا ما شاء الله إن أسرعت بالتوبة، عندئذ قد يأذن الله لك أما بموت على سنة الرسول عليه السلام، وهي ما لا موت نهاية في الجمال، نهاية في القيمة، وهي كما تقول أنت جهاد في سبيل الله وتضحية لأنك نجحت عن حربتك الإسلام، وليت أصبحت منا وتدعو كما ندعو الله يفرج عنك آلامك وأحزانك. وعلى كل حال حتى لو مت فأنت من الذين قال ينقلهم الله إلى حضرته، لا تحسب الذين كنتم من سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم، لأنك هنا شهدت وشهدت أنك كنت على ضلالة، واليوم أصبحت الأمور واضحة فلا سبيل إلى الاستمرار على الضلالات اللي كان سببها كلاب اليهود والنصارى والكرب مع الكل في كما تقولون في كومة واحدة اللي هي مأهلة عموما إلى أن تكون كومة يتق عليها لعنة الله في اليوم وتحية البرزخية في القبور أو أحد خارج القبور، وبالآخرة ينادي بالويل القبور، لكن خلاص مما مسكتم به أنكم على حق، وأن الحق يخولكم بس تعودوا بها فسادا، بيد أن الله لا يحب المفسدين وقد يعاقبهم عقاب مبين. والسلام بالتمام على أهل الإسلام ذكور وإناث صغار وكبار، والسلام.